مز إليف دي لا بريمير أني سيكوندير كومون تاليفو. أهلا بكم كل طلابي في أولى ثانوي، بناء على طلباتكم فإحنا هنحل مع بعض كتاب برافو. هنبدأ باج دي زويت صفحة 18. هنلاقي هنا في صديقة لينا، في بداية كل وحدة هنتعرف على صديقة جديدة. هنا صديقتنا اللي احنا هنتعرف عليها النهاردة بتقول لنا جمابيل ماتيلد، أنا اسمي ماتيلد، ايجي كانزا، عندي 15 سنة. هنا العلامة دي معناها جيم، أنا أحب. هنا جينيمبا، أنا لا أحب. هنا بتحب ايه بقى؟ ليغوج، اللون الأحمر. ليمات، مادة الرياضة. بتكره لاميزيك، الموسيقى. وليفار، اللي هو اللون الأخضر. نبدأ نحل الأسئلة. ماتيلد ام بتحب اللون ايه؟ طبعا زي ما عرفنا من فوق هي بتحب ليغوج الاحمر. ماتيلد عندها كم سنة؟ كانزا، 15 سنة. لا فوتو نمرو لا فوتو يعني الصورة رقم واحد، 60 فوتو دي بلاس، هي صورة لفصل فين؟ طبعا ان فرانس، زي ما مكتوب في الصورة رقم واحد لفصل في فرنسا. ماتيلد نيمبا، نيمبا هنا الني والبا دي بتدينا نفي للجملة، يعني هي ما بتحبش ايه؟ لا ميزيك، الموسيقى. باش دي سناف هي عبارة عن محادثة، صفحة 19، محادثة ما بين تيو ماتيلد وكامي ونيكولا واني اللي هي لاميغ دي تيو، هي ام تيو. هنا المحادثة تكون في الشارع، تيو اغيف يعني تيو وصل. هنا تيو بيقول لهم بونجور، صباح الخير. طبعا كل التحية دي احنا خدناها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، نخلي بالنا منها ونحفظها كويس. فهنا ماتيلد بتقول له سالي، مرحبا. فكمية هنا بتسألها، بتقول لها كيسي، كيسي يعني من هذا. هنا ماتيلد بريزانت تيو، ماتيلد تقدم تيو. هتبدا بقى تعرف الاصدقاء ببعض، بتقول لها سي تيو ان فوازا، انه تيو ان فوازا، فوازا يعني جار، كلمه من الكلمات المهمه. فهنا نيكولا بيقول له سالي تيو، مرحبا تيو، موا جو موبيل نيكولا، انا اسمي نيكولا. بعد كده تيو بارت، يعني هنا تيو بارت يعني حيسيبهم ويمشي. هنا الشخصية الأخيرة اللي احنا تعرفنا عليها هنا فوق، أني اللي هي أم تيو، بتنده عليه تيو تيو بتنده. فبيقول لهم هنا ايه؟ سي مامير، قال لي تشاو، سي مامير يعني دي أمي، أنا عن إذنكم أنا ماشي، تشاو باي باي. فهنا بيقول له نيكولا، طبعا الكلمات كلها اللي احنا خدناها بتاعت براندر كونجي الاستئذان، قالوا هالو اوروفار سالي ابليس، كلهم بمعنى وداعا. ناخد الاسئله. سي بيرسون، هؤلاء الاشخاص، سون دان يكونوا فين؟ طبعا هنا زي ما احنا قلنا دان زين غي في الشارع. تيو سالي ماتيلدا، سالي يعني يحيي ماتيلد وكامي ونيكولا. مش هينفع ريميرسي يشكر، ولا بريزانت يقدم، ولا أبيل ينادي أو يسمي. بعد كده سي بريزانت أتيو، من اللي قدم نفسه لتيو؟ طبعا نيكولا، لما قال له جمابيل نيكولا. تيو ايه؟ هنا تيو حيكون ايه بالنسبة لماتيلد؟ طبعا لي فوازا، جار ماتيلد. باجفا هنلاقي فيها وثيقة الكتاب المدرسي اللي احنا هناخدها في كتاب المدرسة. المحادثة بين تيو ماتيلد وكامي، هنا تيو أغيف، تيو وصل فبيقول لهم بونجور، ماتيلد بترد سالي مرحبا، كامي بتسألها كيسي من هذا. ماتيلد بريزانت تيو، بتقدم لهم تيو فبتقول لهم سي تيو ان فوازا، انه تيو ان فوازا جاري. نيكولا بيقول له سالي تيو، مواجه ما بين نيكولا، بيعرفه بنفسه بيقول له انا اسمي نيكولا سالين. نيكولا اي تانكوبا دي باسكت. هنا ماتيلد بقى بتقول له نيكولا ده هو صديقي في كرة السلة. اي فوسي، فوسي خدناها من كلمات اللي بنستخدمها عن
تقديم الأشياء الأشخاص. لما نقول هنا voici Camille يعني ها هي Camille. إين أمي دي ليسي صديقتي في المدرسة. فCamille بتقول له سالي سافا كيف حالك؟ وي تري بيان نعم بصحة جيدة. تيو سي مامير أليت شاو إنها والدتي باي باي. فقولوا له أبليس سالي أوروفار كلها كلمات للوداع. هنا تيو باق يعني هنا تيو مشي خلاص. فكمي بتقول إلي سيمبا إنه لطيف. ماتلد هي يعني إيه بتضحك. هنا أول سؤال بريزانت تيو مين اللي قدمت لهم تيو؟ طبعا هنا ماتيلد الإجابة نمرو آ. بعد كده نيكولا إليكوبا دي ماتيلد هو صديقها في ايه؟ في كرة دي تنس التنس ولا الفوتبول ولا دي باسكت ولا دي كلاس؟ طبعا هنا بنقرا الوثيقة كويس بنحل منها. طبعا هو صديقها في دي باسكت. بور براندر كونجي تعلمنا قبل كده ان براندر كونجي معناها الاستئذان نخلي بالنا. تيو دي قال لهم ايه؟ ابليس ولا تشاو ولا اوروفوار ولا سالي؟ طبعا هو عشان يستأذن قال لهم تشاو باي باي. ماتيلد ايه كامي؟ وازين سيبر كوبين صديقات في النت ولا سير اخوات ولا امي؟ طبعا امي لان هما صديقات في المدرسة. باش فانتروا سير انترنت يعني على الانترنت دي محادثة على الانترنت. سالي مرحبا جمابل فرانسوا جي كانزا ايتوا انا اسمي فرانسوا عندي 15 سنة وانت؟ موا انا سامي اسمي سامي جي سيزا عندي 16 سنة جابيت اوكير ايتوا واعيش في القاهرة وانت؟ موا جابيت اباري انا اعيش في باريس. انشانتي سامي تشرفنا سامي. انشانتي فرانسوا تي ام لجيت هل تحب مصر؟ وي سي سيبر انها رائعة. ابليس فرانسوا تشاو طبعا هنا كلمات الوداع. السؤال الاول فرانسوا فرانسوا عنده كم سنة؟ طبعا هو قال لنا فوق ان هو فرانسوا عنده 15 سنة بس كتبها لنا بالارقام فلازم نكون عارفين الارقام بالحروف وبالارقام عشان ما نلخبطش فيها. طبعا هنا 15 يعني كانز. هنختار الاجابه الاولى. فرانسوا ابيت فين؟ قال له انا اعيش فين؟ طبعا اباغي سي بيرسون هؤلاء الاشخاص بارل طبعا دانزين كلاس في فصل لا دالا شامبر دي سامي في حجرة سامي طبعا لا سير لشات على بيعملوا محادثة على النت طبعا هي الإجابة الصحيحة نمروبي. فرانسوا أي سامي سون فرانسوا وسامي بيكونوا إيه؟ سيبر كوبا أصدقاء في النت. فوازا دي كارتيي أصدقاء في الحي. كوبا دي كلاس أصدقاء في الفصل ولا كوبا دي ليسي أصدقاء في المدرسة؟ طبعا هم زي ما فهمنا إن هم بيتكلموا عن النت فحيكونوا أصدقاء النت نمرو آ. الديبومو نمرو دي الوثيقة الثانية بين رامز وفادي محادثة. بونجور تي نوفو كامراد او ليسي صباح الخير هو انت جديد زميل جديد في المدرسة؟ بيقول له وي. تي تابيل كومو بيسأله عن اسمه ما اسمك؟ فادي احمد. تيا دي كوبا هل عندك اصدقاء؟ وي نعم جي دي كوبا دي تينيس انا عندي صديقين. خلي بالي من الارقام دي كويس لان يعني بيسالني فيها تحت في الاسئله. عندي صديقين في التنس. رامز بيقول له جي سي زا اتوا انا عندي 16 سنه وانت؟ ما أسي نخلي بالي من الكلمات اللي بنربط بيها دي. ما أسي وأنا أيضا جي سي زا عندي 16 سنة. هنحل الأسئلة. سيتي كومو عبارة عن طبعا عن ديالوج محادثة. بعد كده رامز عنده كم سنة؟ طبعا قال له فوق سيز بالأرقام لازم نكون عارفينها بالحروف. سيزا 16 سنة. فادي ام لتينيس بيحب التنس. رامز إيفادي سانتدي كامغاد بيكونوا أصدقاء.
بنش بانسيز صفحة 26 اكتيفيتي A. النشاط الأول بيقول لنا شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. إيل فيرب صاب اللي لازم نكون عارفين التصريفات بتاعته كلها مع كل الضمائر، احنا خدناها قبل كده وشرحناها وشرحنا قاعدة تصريف أفعال المجموعة الأولى. هنا بنقول إيل صابل ماروا إي عالية، عشان هنا جامع إي اللي هنختار إي صابل الأولى. تي ألوكسا، طبعا هنا تي بنحط للفعل إي إس، يبقى هنا هنختار نمرو سي، أنت تعيش في الأقصر. نمرو تروا إيل هم يسموا، إيل صابل هم اسمهم، ألي إي عادل، هنختار نمرو دي. جيسي زا أنا عندي 16 سنة، هنختار نمرو بي، تصريف فيرب. ماش بانسيت ليا إي كامي، ليا إي كامي اثنين بس احنا ما عندناش مسمى فرنساوي، هنعتبرهم ان هما جمع. ليا إي كامي إم يحبوا لمات مادة الرياضة، نختار فيرب إيمي في الجمع. كومو تيتابيل ما هو اسمك، فيرب صابلي. تي ام لا ميزيك انت تحب الموسيقى. نو نو صابلا نحن اسمنا او نحن نسمى، رامي سامي. سيلين ابيت اباغي تعيش في باريس. فوزافي فوزافي دي كوبا دي ليسي عندكم اصدقاء في المدرسه، تصريف فيرب افوار. الا او دي كاييه ديكسرزيز عندهم كشكيل تدريبات. و فو ابيتي اين انتم تعيشوا، طالما في فو يبقى في اي زاد بالفعل على طول. بعد كده نخلي بالنا من تصريف افعال المجموعه الاولى ونعرف القاعده اللي احنا قلناها قبل كده، هنطبقها على اي فعل من افعال المجموعه الاولى فهيبقى بالنسبه لنا الموضوع سهل خالص. بعد كده نو ايمو نحن نحب، ليكو بادي كلاس اصدقائنا في الفصل، نو يبقى في او ان اس بارتي. جافيت انا اعيش، اوكير في القاهرة. مارتين عندها سبعتاشر سنة. مامير يعني والدتي صابل مارتين اسمها مارتين. ليزي ليف التلاميذ من هم بقى، ام ليلي سي هم جمع بقى، ام يحبوا مدرستهم. جي مابيل ماتيلد اتوا انا اسمي ماتيلد وانت. بعد كده جيم ليجري انا احب اللون الرمادي. ال هنا جمع ابيت نمرو دي يسكنوا. الا كيلاجا إلى كيلاج يعني هو عنده كم سنة. باش بانويت صفحة 28. فو إيمي لبلي تحب اللون الأزرق. إلا سابل اسمهم بيير إي لويس. فو فوزابلي مدام سيلين. هنا هناخد صفحة 29. صفحة 29 طبعا احنا خدنا قبل كده برضو الألوان، اتكلمنا عنها كتير وقريناها كويس، هنطبق عليها دلوقتي. ندى أنكيي ندى عندها، طبعا أخلي بالي الكلمة اللي أنا هوصفها مذكر ولا مؤنث، وبرضو أخلي بالي اللي هيحددني الكلمة دي مذكر ولا مؤنث أداة النكرة اللي احنا شرحناها برضو قبل كده. هنا أنكيي كراسة كلمة مذكر لأنها قبلها أداة نكرة للمذكر. طبعا بلانش هنا بيضاء، فيرت خضراء، بلي زرقاء، هنختار روج. روج يعني أحمر، هي هنا كلمة تنفع مذكر ومؤنث. نيكولا إم يحب لي، هنا طبعا لي هنختار لها حاجة مذكر من هنا، فيغ يعني اللون الأخضر. لا فيش، لا فيش كلمة مؤنث، لا فيش ايه بلانش لونها ابيض. لي ليفر دي فرانسوا، لي ليفر هنا الكتاب مفرد مذكر برضو، هنختار له فير لون اخضر لان الباقيين كلهم مؤنث.
مامير إن إشارب عندها إشارب مش هينفع بلو أزرق لأنه هنا مذكر، فيولين بنفسجي مذكر، نوار مذكر، هنختار روج برضو الأحمر زي ما احنا قلنا فوق هتنفع مذكر ومؤنث بشكلها ما بتتغيرش. إلى أن بنطلو هو عنده بنطلو، طبعا أن يعني هنا في كلمة مذكر بتنبه وخلي بالي، يبقى هنا بختار لون مذكر لا أبيض، عنده بنطلون أبيض. إلى إن باليت، إن يعني كلمة عندي مؤنث عايزة لون مؤنث فيوليت البنفسجي. جي أنستيلو، أنستيلو كلمة مذكر عايزة لون مذكر، هنا الوحيد اللي هنا المذكر بري الأزرق. جيم لي، أنا بحب اللون طبعا لي، بينا في كلمة مذكر بينبهني طبعا ده كله جريس فيرت فيوليت مؤنث، أما روج زي ما احنا قلنا هتنفع الاثنين يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. جيم لا كولير، أنا بحب اللون، عايزة كلمة هنا مؤنث، هنا بلا مش هتنفع. مارو هي الإجابة الصحيحة بني، لأن برضه شكلها ما بتغيرش في المذكر أو المؤنث فهتنفع الاثنين. بعد كده عندنا الأرقام احنا اتكلمنا عليها، خدناها من زيرو لغاية سانكونت لغاية خمسين، طبعا المفروض ان احنا حفظناها وفهمناها كويس، فهتكون الأسئلة بتاعتها والتكملة هتكون بسيطة جدا عليكم. هنحل بعد كده احنا صفحة ترانتوذي صفحة 32. يلا لاكوبين دي رانا، لاكوبين دي رانا يعني صديقة رانا، صابل صابل كومو يعني اسمها ايه، كومو. نمرودي تي ابيت، تي ابيت يعني انا بسألك هنا اين تعيش، اين تعيش، يبقى هنا هنختار نمرودي او اين. ايه النوم، بسألك عن اسمك، كليت النوم، طبعا انا بخلي بالي كل هنا معناها ماء، كل التانية دي معناها ماء، لكن الفرق ما بينهم ان دي بتستخدم للمفرد المذكر وهنا نوم مفرد مذكر، يبقى احنا اختار نمروسين. فوزابلي كومو، كومو فوزابلي يعني ما اسمكم. نمروسان ايتون ادغس يعني ما هو عنوانك، برضو هنا كل هنختار كل نمروسين. تونكو با ابيت او يعني صديقك بيعيش فين، او اين. تي ام كل كولير انت بتحب اي لون، طبعا هنا هختار كل المؤنث لان كلمة كولير مفرد مؤنث، فخلي بالي فرق بين الكلمات المفرد المؤنث المذكر. تومبير ا كيلاج، كيلاج العمر هنا مفرد مذكر، عنده كم سنة، نختار نمرودي. تيتابل كومون، تيتابل ما اسمك. اج اتي ما عمرك، كيلاج اتي، كيلاج اتي يعني ما عمرك. بعد كده عندنا باج ترانسيت صفحة 37، هنا لي سي دي كومو وي شوازي لا بون ريبونس، انا اقرا ونشوف الاجابه الصحيحه. المحادثه دي ما بين ساره وبين لمياء ان كلاس في الفصل، اخلي بالي كويس خالص من عنوان دي كومو. سالي جي مابيل ساره اتوا، انا اسمي ساره وانتي. موا جي مابيل لمياء، انا اسمي لمياء. كيلاج تيا ما عمرك. جي كانزا اتوا عندي 15 سنه وانتي. موا جي سيزا كل كولير تي ام عندي 16 سنة كل كولير تي. جيم لي فيغ بحب اللون الأخضر اتوا وأنتي. موا جيم لي مارون بحب البني. سي دي كومو ايه، القطعة دي عبارة عن طبعا ان ديالوج محادثة. سارة ايه لميا سون، طبعا هو قال لنا هنا ان كلاس مش هينفع الاميزو في المدرسة في البيت، ولا اوكلوف في النادي، ولا او سينما في السينما، طبعا هنختار الاقرب للكلاس اللي هو اوليسي المدرسة. لميا ام بتحب اللون ليفاغ اللون الاخضر. سارة عندها كم سنة، سيزا 16 سنة. اديكم مواد تانية بين هنا محادثة بين لي بروفيسور وليزي لي المدرس والتلاميذ بتوعه.
لو بروفيسور بونجور ميز إليف، صباح الخير تلاميذي، بونجور مسيه، بيردوا عليه جومابيل مسيو روبرت، البروف دي فرونسي ايفو، انا اسمي مسيو روبر وانا مدرس فرنساوي، ايفو وانتم يعني عرفوني بنفسكم. بترد عليه مارتين بتقول مو جومابيل مارتين لوي، مارك مواسي مارك اندرو. سي برساسون طبعا قولي سي بتكلموا في المدرسة مش ألاغي في الشارع ولا النادي ولا السينما، نختار الإجابة الأولى. بعد كده سي زي ليف سون، طبعا هنا التلاميذ اللي بتكلموا دول هم أنغرسو يعني ولد، إين في وبنت. مارك آ مارك إيه مارك يكون هنا ايه بالنسبة لمارتين فرير الاخ ولا لبروفيسور المدرس ولا لفوزا الجار ولا لكمغات طبعا هو الزميل. لباهو دي مارتين سابل والد مارتين كان اسمه ايه هنا في المحادثة، طبعا بتقول له مارتين لوي يعني حنختار نمروز. باش ترانتوي صفحة 38 رانكون ترسيل لشات، كان مقابلة على الانترنت بين اليكس وريمي. أليكس بونجور، جو مابيل أليكس، جو أبيت أباغي إتوا، أنا اسمي أليكس وبعيش في باريس وإنت. مو جو مابيل ريمي، جو أبيت أليون، بعيش في مدينة ليون، جي سيزان 16 سنة، جو ملو بلي إلنواغ إتوا، بحب اللون الأزرق والأسود وإنت. مو أسي وأنا أيضا جي سيزان 16 سنة، جيم لغوج إلي مارو، بحب اللون الأحمر والبني، من جينيم بالا كولير نوار، لكن ما بحبش اللون الأسود. أليكس إيم طبعا لنوار، أليكس إيريمي سون عبارة عن إيه هما، طبعا سيبر كوبا أصدقاء في النت، نختار نمروسي. ريمي عنده كم سنة؟ سيزا عنده 16 سنة. أليكس صالي ريمي إل دي، أليكس لما حيا صالي ريمي قال له إيه؟ طبعا قال له بونجور في بداية المحادثة. هناخد إدي كومود تانية نمرو 4، هي عبارة عن ميل دي يعني مرسل من ماري إلى لوسي أوبجي، الموضوع اللي بيتكلم عنه الميل بريزنتاسيون بيقدموا نفسهم. سالي كومون سافا، كيف حالك؟ جمابيل ماري، انا اسمي ماري، جي كانزا، عندي 15 سنة، جابيت اباغي، بعيش في باريس مع مير سابل سيسل، والدتي اسمها سيسل. الى 45 يعني عندها كام؟ 45 سنة، لازم نكون حافظين الارقام. جيم لا كولير فيرت، بحب اللون الاخضر. جي دي كوبين، عندي صديقتين، زيو إليا، زيو أكاتوغزا، ديمي عندها 14 سنة ونص، ديمي يعني ونص. الأم لغوج بتحب الأحمر، أما ليا أكاتوغزا عندها 14 سنة، الأم لمارو بتحب البني. سيسل إيه طبعا لا مير دي ماري، طبعا هي والدة ماري. ماري عندها كم سنة؟ ماري هنا فوق قالت لنا جمابيل ماري جي كانزا، يعني هنختار نمرو دي 15 سنة. بعد كده زيو ام، زيو هنا بتحب اللون ايه؟ قالت لنا بتحب ليغوج الاحمر. ماري ابيت، بتعيش فين؟ اباري. اباري باش ترانتنف، هنحل اسئلة السيتياسيون المواقف. نمرو آتي ديماند آتون كمغاد سنم، عندنا أنت بتسأل ديماند، بتسأل تون كمغاد زميلك عن اسمه تي دي، خلي بالي من نهاية الجملة، مين اللي حيرد؟ مين اللي حيقول؟ هنا أنت تقول، أنت تقول، هتسأله عن اسمه فهنقول له نمرو بي كومونتي طبل، ما اسمك؟ تي تي بريزنت آتي كوبا، بتقدم نفسك لأصدقائك، هتقول تي دي جمابيل ماجد، أنا اسمي ماجد. تي دي ماند أتونا ميسا كولير بريفيري، بتسأل صديقك عن لونه المفضل. تي 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 دي هتسأله هتقول له ايه؟ كيل كولير ام تي، ما هو لونك المفضل او بتحب اللون ايه؟ نمرو 4 تون كوبا تي دي ماند تون ادريس، تي دي سألك هنا صديقك عن عنوانك، فانت هتجاوب هنا تقول نمرو بي
جوبيت سانكري دي لابوست أعيش أو أسكن في 5 شارع البوسطة. نمرو سانك توم بروفيسور تي ديماند تون آج. هنا مدرسك سألك عن عمرك، حتقول له إيه؟ جي سيزا عندي 16 سنة. نمرو دي تون كوبا تي ديماند تاكولير بريفيري، سألك عن لونك المفضل تي دي، حتجاوب الإجابة نمرو دي جيم لا كولير بلي، بحب اللون الأزرق. بورتي ان فور مسير لادريس دان كوبا، بتسأل عن عنوان صديق، حتقول له ايه؟ او الى بيت، اين هو يعيش؟ نمرو تسالي تي كوبا لمتى؟ طبعا دي قلنا مهمة قبل كده لما شرحنا الستياسيون، لما تحيي اصدقائك في الصباح حتقول لهم ايه؟ طبعا بونجور مي كوبا، يعني صباح الخير يا اصدقائي. تي ديماند اتم بروفيسور سونوم، تسال هنا معلمك عن اسمه. حنان، حنكلم مدرسنا بضمير فو عشان نعبر عن احترام، فحنختار نمرو بي كومو فو فو زابيلي، ما اسم حضرتك. تي تينفورماسيون لنوفيل دان كوبا، هنا بتسال عن اصدق عن اخبار بقى صديقك، حتقول له ايه؟ كومون سافا، كيف حالك. بور براندر كونجي للاستئذان من اصدقائك، حتقول لهم ايه؟ طبعا هنا ابليس اللي هي معناها وداعا. كارونت تي ديماند اتام كوبا لو كولير دي درابو دي سوب، ايه هنا بتسال صديقك عن لون علم بلده، درابو يعني علم، تي دي حتقول له هنا الاجابه طبعا الاولى كل سولي كولير دي درابو دي تومباي، ما هي الوان علم بلدك؟ هنختار نمرو أ. دي ساليتون كوبان سواغا، طبعا قلنا نخلي بالنا لما تحيي صديقك في المساء هتقول له ايه؟ بونجور طبعا، لا بونسواغ طبعا، هنا هي بونسواغ هي الاجابه الصحيحه نمرو سي، لكن اوروفور معناها الى اللقاء، وميرسي طبعا دي للشكر. نمرو 14 بور تي اكسكيوزي للاعتذار، حنقول بونجور ابليس تشاو باردو، طبعا هنا باردو هي الاجابه الصحيحه، وبرضو ده شرحناه في السيتياسيو قبل كده اللي هي معناها اسف. بور ميرسي تنكوبا لكي تشكر زميلك، حتقول له ايه؟ باردو نو ميرسي، طبعا ميرسي هي الاجابه الصحيحه نمرو سي. كده خلص الفيديو بتاعنا، المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نحل في أسئلة الجرامير، ياريت نذاكرها نحضرها ونختبر نفسنا قبل ما نحل ونشوف الإجابات الصحيحة. أتمنى أن يكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهاردة، اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان لما ينزل الحل يوصلكم على طول إن شاء الله. أوروفوار.